اللي بغيت تواصل معك تواصل معك في ذاك الرقم اللي خليناه. لا ما كرهتش يا فاطمه الزهراء، حنا تنتمنوا انكم تواصلوا. انا خرجت صغيره، كلاوني الثياب، خدمت، الناس داو لي رزقي في الخدمات الحلال. انت خويا اللي عملتيني هادشي في حياتي بالسبه ديالك، كان كيربطني اختي وكيضربني كيعنفني، لو كون كان في هذا الوقت دابا كنت ديتو للحبس. هاد الفرنسي بحال با حسيت به. راجل كبير. راجل كبير، دابا لو كون عاش كون في عمره 85 سنة. على بركة الله مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. قصة مؤلمة، شكون يعتق هذه العائلة المتكونة من أم وشابة في العمر ديالها 17 سنة، جاوا من مدينة طنجة، لا حنين لا رحيم لا سكنة لا خدمة، لا ما ياكلوا لا ما يشربوا لا ما يسخنوا لا ما يبردوا لا ما يغطيوا لا ما يفرشوا. طفلة جميلة عندها 17 سنة، ما خصهاش تشرد وما بغيناش تشرد لها هي الام ديالها، عندها مرض، عندها انفيكسيو، عندها ميكروب في الدم والتهاب المفاصل، وهي مسكينه باقا في هذا السن. تنتمنوا منكم انكم تسمعوا القصه ديال هذه السيده هذه، لأكيد غادي تاثر فينا صغير وكبير واي واحد في قلبه ولو ذره انسانيه. وقبل ما نبداو غادي نخليو لكم الرقم ديال الهاتف مره اخرى، راح نكتبناه مع العنوان وغنعاودوا نكتبوه مره اخرى في التعليقات، اللي هو 06 98 31 75 07. اذا هذا هو الرقم ديال الهاتف ديال هذه العائله هذه المتكونه من ام شابه جميله، يعني ما خصهاش تكون في الشارع لانها غتكون عرضه العديد من الكوارث ومن المصائب، وشابه طفله انا كنشوفها طفله معها، ايضا ما خصهاش تكون في الزنقه وما خصهاش تكرفس. هذه السيده بغات خديمه هنا بمدينه الدار البيضاء، وبغات شي واحد يساعدها انها تسكن وتخدم على ديك بنتها بالحلال، حلالا يا رسول الله، حلالا طيبا، ما بغاتش دير شي حاجه اللي كتغضب الله سبحانه وتعالى. كنعرف ان الحرام ما نقدرش نعيش بنتي بالحرام، وما قدرتش حتى الخدمه الحرام ما بغيتهاش، بغيت نعيش بنتي في القريه ديالها ونكون انا خدامه على قد الخدمه اللي انا مريضه. على قد الخدمه اللي تليق بالصحه ديالي. الاب ديالها ميت. الاب ديالها توفى في 2013 وابها ماشي مغربي، فرنسي الجنسيه، وعندي شواهد وعندي كنعمل معايا خطوبه، ماشي عقد زواج، خطوبه، على بيد هو ما يمشي ويعدل الاوراق ويجي، وتوفى في 2013. انا كنت ديك الساعه كنت تزوجت بمغربي، الله يكثر خيره الله يرحم والدي، عدل لي بنتي في الاوراق باش ما العول في المدرسه باش ما يضحكوليش على بنتي يقولوا لها. دابا البنيه ديالك ما محطوطاش في سميت باها الحقيقه. لا ما محطوطاش، يعني لو كانت محطوطه في سميت باها الحقيقه ربما كانت غتستافد على الاقل من ديك الجنسيه الفرنسيه، وغتقدر انها تمشي تصيب وريقاتها وتقدر تعالج وتعالج. المهم هو تعالج. نعم. انا عندي المهم هو تعالج لي بنتي. انا بنتي شنو وقع من 2005 امتى تفارقتي معاه؟ لا انا ما عمري تفارقت معاه، انا مشى باش هو جا في 2013 باش يشوفني، كنت انا مزوجه، كانت الاتصال ديالي انا وياه تقطع بالتليفون. كنت جوج في 2011 بهذا المغربي، الحمد لله كان راجل مزيان ولكن ما تفهمناش، ما بغيناش نستمروا مع بعضياتنا. ولكن هذا السيد تبنى البنيه وعطاها الاسم ديالو في الحاله المدنيه، تنقولوا ليه الحاله المدنيه غير في عقد الازدياد. في عقد الازدياد. عقد الازدياد يعني صايب ليها وريقاتها. صايب ليها وريقاتها. الله يخلف عليه. الجمعيه كانت. الله يخلف عليه. الله يخلف عليه، وما شفت منه الا الخير، وراجل مزيان ونعم الرجوله والله يعطيه صحته، هو مراكشي، ولكن ما تفهمناش وما بغيتش نكبر بنتي ربيبه. وتنتي بنت الناس ملي كتفكري هذا الخير هذا وكتجبديه بالخير. ما كرهتش نعطيه اللي عندي واللي ما عنديش، حتى انا عمل معايا هالطريف ديال الخير، عمري انا ما نجازيه بشي حاجه خايبه. تفارقتوا. تفارقنا بضحكين بحال الصحاب. ما قبلاتوش لك بنتك؟ ماشي ما قبلاتوش بنتي، انا ما بغيتش بنتي تكبر ربيبه. ما خصنيش بنتي، هو كيتعامل مع بنتي اكثر من بنته، كان كيكسيها. ايوه. كان كيشبر وراجل على قد الحال. شنو سميتك حبيبتي؟ سعيده. سعيده، علاش ما بقيتيش معاه حبيبتي؟ ما الناس بكل صدق، علاش ما بقيتيش معاه؟ بكل صدق الناس كيقولوا له يا جوجتي بها عندها بنت. علاش انتينا كتخدم عليها ومشي بنتك ومشي هادي ومشي هادي؟ ايوا انا كنجي كيجي كنتغيروا انا وياه النقاش ازواج، كنت نتغيروا صافي كيبقى هو يعمرو فيك كيبقى يلكفك كيبقى يضربني كيبقى كيعنفني، وانا اصلا عندي عقده الضرب، انا اصلا بالسبب اللي خرجت انا من الدار ديالنا سبب خاي لهلا يسامحوا في هذا النهار، راهو عنده ولادو، هو ضربني في صغري وهربني في صغري ودالي رزقي وانا كبيره.
رزب عليا في حق ديال الوالدين الله يرحمهم. سناني وعطاني جوج دفرانك، جوج دفرانك عطاني خير، هي كنتمنى يسمعني. هو راه ماشي بعيد، راه غير هنايا، هي قريب الكازا، ما بغيتش نقول المدينه باش ما باش الناس ما ينعلوهش. مضاني هو واحد اختي ساكنه في رياض الولفه، راهي عندها ولاده، مضاني قال لي شوف اختي ملي غنبيعوا الدار وغنبيعوا الورث غنكمل لك، ما كمليش رزقي، وانا رزقي عند الله وما نسمحلوش. هو السبب، هو السبب النهار الاولاني ملي كنت صغيره هو في 16 عود، انا كنرجع كل اي حاجه وقعت لي في حياتي تبقى تقل على رقبته. هو عنده ولاده وعنده مراته، حسبينا الله ونعم الوكيل فيه. كيهبط عليا جوج دمعات اختي، كيهبط عليا جوج دمعات. دابا كنقول اعطيني رزقي، كنصدق انا نفسي كنقول خا واحد الدنيا. شحال عندك منها مرشده؟ انا بقى ما قفلت 40. دابا المشكل يعني انت خرجتي صغيره من انا خرجت صغيره، كلاوني الدياب، خدمت، الناس داو لي رزقي بالخدمات الحلال، ما خليت ما عملت. تكرفستي؟ تكرفست ولكن ما تكرفش زعما شي حاجه خايبه، الحمد لله. تكرفست دابا؟ تكرفيس في الزنقه كاين؟ لا ما عمري نعس في الزنقه. اي واحد اللي غيخرج من دارهم راه غيتكرفس، ماشي بالضروره تكرفيس جنسي او لا تعرضي للاغتصاب او لا، راه تكرفيس الانسان ما كيبقاش في عائلته وما كيبقاش في داره وما كيبقاش وسط والديه، راه كيتكرفس. والمشكله من هادشي هذا كامل علاش كانوا كيكرهوني على ابسط حاجات؟ انا كنت زوينه بزاف، وكان با الله يرحمه كنت عزيزه عليه. قبل ما يموت، قبل ما يموت با قال لهم بنتي سعيده في الرقبه ديالكم. تا واحد كلشي كانوا كيضربوني كاملين علاش نلعب في الزنقه. انت خويا اللي عملتي لي هادشي في حياتي بالسبه ديالك. كان كيربطني اختي وكيضربني، كيحنفني. لو كنت قال في هذا الوقت دابا كنت ديته للحبس، كون كانت عندنا غير شي قانون اللي غيعاقب على الضرب شحال هذه كنت ديكلاريت فيه. هو السبب، كان عندي حلم من السبب غير جيت نسى لي. انا مشيت عضبي نفسي باش ننساه، تحطيت بزاف. هو السبب، ما نسمحلوش. هذا خوك عقدني في حياتي. ربما كان كيبغي لك الخير. كان كيبغي لي الخير، ما يضربنيش، ما يضربنيش الضرب الخايب. الناس كيجرجروا خواتاتهم، ولو كون انا شفت وحده في طنجه كتكمي، كتكمي وكتشرب، وخوها كيدرعها كيقول لها دخل اختي وشراو لها الدار. انا خاي خاي، ولد امي وبا كان كيعنفني في صغري، هي كان كيخاف عليا، ولكن مشي بداك الطريقه. هادشي اللي وقع لي في الحياه ديالي، ما بغيتش بنتي تشوف. كان الحلم ديالك؟ كان الحلم ديالي في الطفوله، كانت الحلم ديالي نولي كوافيره ونكمل القرايه ديالي. خرجوني من المدرسه هما اللي خرجوني من المدرسه ديالي، كان كيشوفني شعري مطلوق كيربطني ويعلقني على شعري مطلوق. كنبغي نلعب في الزنقه التلفازه كنت منوعة منا. انا عمري ما جبدت هادشي في القنوات، انا جبدتك اليوم، انا ما سامحاش لك. وهادشي ما كنشوفي انه هو سبب هادشي اللي وصلت. كنشوف انا هو راني نوريك الدواء اختي اللي كنسال. لا صافي خلي، لا لا ماما لا. كنعمل الدواء فحال الدروكه، كنبقى نبغى نبقى نعسه لدرجه هادشي كنحلم به دابا. خويا العذاب، خويا اللي كنشوفه دابا، علاش ما يضربش دابا ولادو ومراتو؟ انا بغيت الضرب اللي كان كيضربني انا يضرب مراتو وولادو. عقلتي مني كنتي ملاحد بحال الناس، لا واش بحال الناس، رمضان بحال رمضان، رمضان ما خصكش تهضري معاه. رمضان كان كيبقى يضربني، انا نوع عندي علامات الضغط في الجسم ديالي وفي عقلي. خلاني ليكم با ملي كانت عندي 7 سنين 8 سنين، ما كانش عليكم ديروا لي هكا. كانت مسكينه مغلوبه امرها، كيقلب عليها الطابله، كيسكر حدانا، كيدخل دراعي وكيسكر حدانا، كيكمي حدانا، وانا منوع عليا تنلعب. انا كنحلم دابا، انا كنلعب، انا كبيره وكنلعب، كنلعب دابا كنلعب مع الدراري الصغار، حيت داكشي انا ما دوزتوش. ما يقولش لي انا كنت خفيفه، راه اي بنت كانت زوينه، كيعجبها طلق شعرها، كيعجبها تلبس، لبس ماكياج، تعبت ماكياج، من حقي. التربيه بطبيعه الحال ماشي هي العنف وماشي هي الضرب وماشي، التربيه هي اننا ندوي مع بعضياتنا، وان صراحه كاين بعض الاخوان وكاين بعض متفقين عليا، متفقين عليا وكيلوحوني بكره كره، لدرجه اختي، اختي اللي كنقول اختي ودمي ولحمي، جيت باش نبات معاها قالت لي خصك تعطيني 50 درهم وفلوس المصروف. هادي اختك بنت امك؟ بنت امي. غنقربوا سعيده. سعيده خرجتي من الدار شحال كان عندك من عام؟ كنت عندي شي واقيلا شي 17 عام. صافي طجيتي؟ طجيت اختي راسك، انك وليتي قاده تخرجي لراسك. وليت قاده نخرج وهربت من العصا، بغيت الحكايه قلب على الحنان. انت كتاكلي العصا حتى درتي 17 عام؟ ويلي واه، كنقلب على الحنان، كنفتش على الحنان. اي راجل كنشوف فيه با حسب اللي كنت عزيزه عليه، هما كاملين كيكرهوني، كيفين كيكرهوني. تلقيتي
هذا الفرنسي هذا؟ هذا الفرنسي بحال با حسيت به. راجل كبير؟ راجل كبير، دابا لو كون عاش كون في عمره 85 سنة. حن فيا، تلاقاني غير في لاسانسور ديال العمارة فين كنت ساكنة، أنا كنت خدامة في أوتيل. أها. استقبلت واخا أنا ما قاريش، بالحق عندي ليكسبيريونس وعندي اللغة. عرفك كنتي والدة؟ الفرنسي لا ما عرفنيش، كنت هذيك الساعة بنيتها. لا عرفك أن عنده ولدتي معاه بنت؟ لا ما عرفش، جا كيفتش عليا في 2013 كنت مجوجة، ديك الساعة ما جاش وفعلا في ديك السنة توفى. أنا يلاه دابا واحد بس سقسيت الخبر أنها توفى. بس سقسيت واحد السيد في لاجونس كان كيكري ليه حدايا قدامي في العمارة، هو اللي يعطاني المعلومات واعترف لي بخط يده بأن راه يشهد وعمل لي واحد الشهادة أعطيتي. غير خليه غير خليه. والحمد لله دابا راه متبعة محامية الحمد لله. هو اللي خلى لك شهادة الفرنسي؟ لا مول الاجونس كيشهد بان مرة كنت معاه وخاطبني وحرج مع مراته. هادشي كان خصك ديري ملي كان الاخر باقي في الحياه. ما كنتش عارفه واش هو فاو ولا حي صراحه. صافي حملتي ومشاف حاله هو. اه ما عرفك ما خلاكش حامله ما عرفكش راكي حامله ما عرفنيش وانا ما كنتش كنعرف ديك كنت صغيره كنت باغا نلبس باغا كنت عقلي ماشي مرزن بحال دابا باغا نلبس باغا نمشي لابيسين باغا نلعب كنمشي للقلعه. داكشي اللي ما دوزتيش بغيتي تدوز؟ بغيت ندوزو. تلاقيتي بهذا السيد ولد الناس تزوج بك صايب الوريقات ولكن ما تفاهمتوش الله غالب ولا هو تيضربك فكرك في هذا الماضي؟ فكرني في الماضي. هو كان مزيان كنا تزوجنا انا وياه على حب هذا المغربي تزوجنا حب بحال شكل الافلام ولكن العصا اللي كان كيضربني فكرني ولا هو يطرشعت فكرني في لا حول ولا قوه. شنو وقع لبنيتك؟ بنيتي الا الحبيبه ديالي انا كنت خدامه قبل الكورونا كنت خدامه في اوتيل مزيانه كناكل كنلبس ما كنجمعش شي انا اللي كيطيح في يدي كنخسر على بنيتي بالحوايج حسني ما انا ما كانوش كيخسروا عليا اخوتي كيشريو لي شي دابا كنبدي بنتي خصني نشري لها. الوالده باقا في الحياه؟ لا توفات دابا 6 سنين الله يرحمها. هي هذيك خرجونا من الخدمه جلسنا في الدار ما لقيتش باش نخلص سكره بارطما جبرت بويت مع الجيران بيت اول مره كان بيت. اول مره كنشوف راسي انا ببيت. يعني كنتي عشتي بخير من خرجتي لداركم خدمتي؟ خدمت ما عمري انا وقع لي بحال هيدا عمري. انا كنت كنعيد للناس انا كنت كنصدق على الناس ولو انا صغيره نشوف شي حوده ما مسكينه ما لقيت فين تنعس نجيبها ونعطيها الحوايج ونلبسها ونخليها ونمشط لها ونغسلها ونعطيها فلوس المركوب وتمشي في حالها. هي هذيك فالي هذا سكننا في هذاك البيت عمرنا احنا ما شفنا بحال دوك الناس الصراحه. شفت انا شي خدمت في اوتيلات خدمت ولكن بحال هاد الناس اللي احنا ساكنين حداهم دابا عمري حد الناس في شكل بحال ماشي ادميين. بنتي شاف داك البيت هيداك وداك المعامله مع الجيران ونوضو يحسدوك على حاشاك اسطال لا بوبيل. نط بنتي مرضت نعسنا فقنا لعبني فيها لقيت بنتي مشله ديتها مباشره في لومبيلونس واحد السبيطار عندنا كبير سميتو محمد الخامس الله يكثر خيره. انا كيعجبني نهضر في الحق اكيد. انا تعاملوا لي مع بنتي الطباء وكل شيء مزيان قالوا لي بنتك عندها الريومه وهو الطبيب كبير تما قال لي بنتك عندها ميكرو في الدم قال لي تخليها تبقى نعسانه. قلت له لا. خرجت بنتي عملت راسي في بعض القنوات في طنجه الله يكثر خيرهم الله يرحم والديهم عاونوني الناس محسيني. وقفت على رجلها ما بقاتش مشله بقات كتمشي هيدا كيرجع الفضل لله والطنجة والمغاربه والمحسنين اللي كيعمل شي حاجه كيعملها لله سبحانه وتعالى. الحمد لله. هي هذه يعني داك الخير اللي كنتي كديري رجع لك في بنيت. رجع لي في بنيتي الحمد لله. راه حنا ما كنتسناوش شنو غيتلا بينا الدنيا. هي هذيك بنتي وقفت على رجلها بقات كتمشي للمدرسه كيتنمروا على بنتي كيتنمروا عليها العكاز العرجه. لا بنتي راه حنا ما خصناش نتنمروا واخا ولي كنت تنمروا. دابا حاليا انا علاش جيت عندك اختي فاطمه الزهراء انا كنترجى الله وفك وانا يتيمه وبنتي يتيمه كنتمنى من الله ومنك بنتي نطلبوا للمحسنين والمغاربه خوتنا اللي كيشوفوا فينا مغاربه داخل الوطن. ديالك غزاله ما تستاهلش انها تكرفص. المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن يعاونوني. بنتي باقي عندي علاجات وباقي عندها فحوصات وانا ما كرهتش نبدل هذاك البويد الكره فين كاريه. بغيتي تستقري في كازا؟ انا لا لو لقيت شي سكينه اللي تجي معني انا وبنتي حسن خصنا بيت. ما كنحش براسي مجموعه انا وبنتي كنحس براسي ساكنه حدا الجيران. نعم يعني كتشوفي ان بغيتي شي ربيع وكويزينات تسد عليك داكشي هايد داكشي مجموع. بغيت شي باب جمعنا انا وبنتي باغا تكمل الدراسه ديالها. فاش كتقرا هذا العام؟ دابا في التاسعه الثالثه اعدادي وعاوده العام اللي قاز معي كانت مشله وما كرهتش بنتي تعالج لي. كنطلب السكن الكريم
والدراسه لبنتي، انا ما باغا والو. والعلاج انا ما باغا حتى شي حاجه، انا العلاج ديالي انا تخدميها انا على تيقول لي الطبيب خدم، وعاد عندي اكتئاب ما نقدرش نستحمل اللي نهض عليا صراحه. شي مشاريع ديالك شي بيع وشرا؟ ما كرهتش نبيع ولو تكون كيوسك نعدل فيه خبزه خفيفه، انا عندي الاكسبير الناس كيبغوني، ربي حب فيا خلقه حتى شي واحد اللي كيكرهوني هادوك اللي فاسقين، انا الناس مزيانين كلشي كيتعاطفوا معايا. الحمد لله الحمد لله. وانا كنتمنى حسبوا بنتي بنتكم، انا ضحيه ديال خويا، خويا اللي ما عرفش يربيني، ماشي ما عرفش يربيني، انا الحمد لله مربيه وبنت عائله. يعني كتشوفي ان خوك هو اللي وصلك لهاد الحاله وكلا لك حقك؟ خويا كلا لي حقي في ضربني في الصغر وكلا لي حقي في الكبر، والخوا حدا الدنيا وطمع الدنيا ابنا ما فيها. بس تسمحي لي، الله غفور رحيم. لا ما سمح لي، الله غفور رحيم. نغتي لبيبه سعيده، الله غفور رحيم. علاش ما يعيطوش لي بالاعياد؟ شوفي علاش في العقبه فطرجه؟ كنتي مسامحه. علاش فطرجه كيعيطوا لي انا لقيطه وانا انا لا انا بنت عائله وعائلتي معروفه هنايا في كازا. بالعوف ما كيشوفوا حتى شي واحد كيجي لعندي، والناس باقين كيقولوا بحال هاد الكلمات والمصطلحات. باقي كيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. وانا راه بنت الحلال، حل كل واحد يلقى فعلو. انا بنت الحلال بالله يرحمه كان لامين دك الزهله ومعروف، وانا وعائله الوالده تاهما معروفين الله يهديهم شويه، عندهم الفلوس ما كيبغيوش يصدقوا. انا عندي خالي عنده شركه رموكات ما كيصدقش. عارف حالتك؟ عارف كل شيء، عارفين حالتي. عندي ولد خالتي مدير بنك ومدير مدرسه، عندهم فيلا في الضروه، وخالتي الله يرحمها توفات العام اللي فات، وما عيطت له قلت له صيفط لي رانا بنتي بشلات، كيقطعوا عليا التليفون كيسحب لهم اللي صدقوا خرجوا الفلوس غيتقاداو لهم الفلوس. لا حول ولا قوه. والوالده حريزيه، الوالده حريزيه، ولاد حريز معروفين بكرم، ولكن عائله الوالده ديالي سقرامين، داكشي من عند الله. مش عوضين على الرسول، الصدقه عمرها ما كتنقص من المال، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى يربي الصدقات. مشاهدي قناه شوف تي في، ما عنديش باش ناكل دابا حاليا، ما عنديش باش ناكل وما عنديش دابا الكرا طالع عليا، انا بغيت غير نخلص كريوي ديالي ورجع في حالي، حيت بنتي باقا كتقرا وباقا احنا باقيين ساكنين في طنجه. اذا اللي بغيت يتواصل معك يتواصل معك في ذاك الرقم اللي خليناه. لا ما كرهتش يا فاطمه الزهراء، حنا تنتمناو انكم تواصلوا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هاد الدموع ديال النساء كتكون شوية صعيبة وكتألم أي واحد في قلبه، ولو درات إنسانية لهلا يتلي شي واحد على شي واحد، ولهلا يدور الزمان على شي واحد. ارحموا عزيز قوم ذلة، ومن سره زمن ساته أزمان، أكيد أن سعيدة ما غتخلوش عليها، أكيد أنكم غتصلوا بسعيدة هي وبنيتها، لأن الطفلة ديالها راه معاها دير عكاز، ما لاقين ما ياكلوا، ما لاقين ما يشربوا، ما لاقين باش يرجعوا. لا اله الا محمد رسول الله. اذا نختم معكم، ارحم والديكم وساعدوني المحسنين، طال عليا كريوي ديالي ومولاتك راه كتخرجني، وما كرهتش بنتي غير ترتاح، هي ترتاح لي بنتي، انا تي كنعملوا على بنتي، انا بنتي مألماني ولكن ما لقيتش لها الجهد، انا الحجر كنت كنهزو على بنتي، انا اللي يدار واللي ما يدارش عملتو على بنتي، وما كرهتكمش اخوتي المغاربه، هي تعاونوني بالقليل ولا بالكثير. تنتمنى ان النداء ديالك يوصل لقلوب المغاربه، ماشي نسمعوه بودنا ولكن نسمعوه بقلبنا. مشاهدي قناه شوف تيفي، قصه كانت مؤثره، كنتمنى اننا ناخذوا منها العبره، والخاوه راه حد هاد الدنيا. وغنقول لكم الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله.